أهلا بكم في الجزء الأخير من فنجان الذكاء الاصطناعي. في الفنجان السابق طرحنا السؤال على البشري: ما الذي يجعل التعامل مع اللغة العربية في مجال الذكاء الاصطناعي أصعب من غيره؟ حين سئل الذكاء الاصطناعي هذا السؤال أجاب بأن التعامل مع اللغة العربية في مجال الذكاء الاصطناعي أصعب من التعامل مع اللغات الأخرى، ويمثل تحديات خاصة بسبب التعقيد اللغوي في سياقات النحو والصرف والدلالة، لذلك صعب بناء نماذج خاصة بها اعتمادا عليها للذكاء الاصطناعي. كما أن وجود جذور وأوزان وتفاعيل يزيد من تعقيد المعالجة اللغوية وتحليل الجمل العربية، ناهيك من التعددية اللغوية في اللهجات والاختلافات بين البلاد العربية بل بين المدن في البلد نفسه، مما يجعل تطوير النماذج اللغوية أكثر صعوبة وتعقيدا. وكذلك بسبب البيانات المحدودة، فعلى الرغم من سعة انتشار اللغة العربية في العالم، فإن البيانات المتاحة للتدريب والتعلم في مجال الذكاء الاصطناعي محدودة قياسا باللغات الأخرى مثل الإنجليزية. كما أن النصوص العربية المكتوبة بخط اليد تعد تحديات إضافية وتحتاج إلى تقنيات متطورة لمعالجتها معالجة دقيقة وصحيحة. باستخدام الذكاء الاصطناعي أصبحت معظم أبعاد الذكاء، ربما باستثناء الفكاهة، موضع التحليل وإعادة البناء العقلاني عن طريق أجهزة الكمبيوتر. وبالإضافة إلى ذلك تجاوزت الآلة قدراتنا المعرفية في معظم الميادين، مما يجعل البعض يخشى مخاطرها من الناحية الأخلاقية. تتمثل هذه المخاطر في ثلاثة أنواع: ندرة فرص الشغل باعتبار أن الآلة ستعود الإنسان لتأدية العديد من المهام، والانعكاسات على استقلالية الفرد وخاصة على حريته وأمنه، وتجاوز البشرية التي قد تزول لتحل محلها اللات تفيقها علامة اقتباس الذكاء علامة اقتباس. إلا أنه إذا تم تدارس الوضع بصفة دقيقة يتبين أن الشغل لا يزول، بل هو على العكس تماماً، يتغير ويتطلب مهارات جديدة. وبالمثل، ليس هناك تهديداً لاستقلالية الفرد وحريته بسبب تطور الذكاء الاصطناعي، شريطة أن نظل في يقظة أمام اختراق التكنولوجيا لحياتنا الشخصية. وختاماً، خلافاً لما يدعي البعض، لا تشكل الآلات خطراً وجودياً على البشرية، لأن استقلاليتها ذات طابع تقني ليس إلا، حيث أنها لا تعكس سوى سلسلة من الروابط السببية المادية، بدءاً من جمع المعلومات وصولاً إلى صنع القرار. وعلى العكس، لا تملك الآلة استقلالية على الصعيد الأخلاقي، لأنه حتى لو حدث أن أربكتنا وضلتنا أثناء اشتغالها، فإنها لا تمتلك إرادة ذاتية، وتظل خاضعة للأهداف التي حدناها لها. وأنت تشرب قهوتك في فنجانك، حاول أن تعي أن الذكاء الاصطناعي نعمة تستوجب الشكر، لا تستوجب الممارسات غير السوية. طابت أوقاتكم.